من داخل معرض كتاب الطفل كان لازم نقابل الاطفال ونشوفهم حاسين باختلاف ايه لما جم معرض الكتاب السنه دي. فخلوني ارحب معايا مجموعه اطفال حلوين قوي، عايز اعرف اخر مره قروا امتى ولاقين اختلاف ايه في معرض الكتاب. ارحب بيكم، اسمك ايه؟ احمد. احمد ازيك يا احمد؟ الحمد لله. انت اسمك ايه؟ مريم. مين فيكو؟ انت اسمك؟ حسن. وانت؟ محمد. قولوا لي بقى، انت اخر مره قريت امتى؟ انا قريت قصه ليتل ريد رايدنج. طب قول لي احكيها لي، استفدت منها ايه؟ هي كانت رايحه تودي يعني كوكيز وكيك لستها، فقابلها ذئب في الطريق فسألها راحة فين النهاردة في اليوم الجميل ده، فقالت له راحة لست في ايه، فراح لستها البيت وايه وحطها تحت السرير ونام وعمل نفس ولبس لبس ستتها وكده. السنة دي عرفتي منين ان في معرض الكتاب اصلا؟ عرفت من ماما، يعني هي دايما بتقول لنا كل سنة ان يعني ان 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 احنا هنروح معرض الكتاب. يعني انتوا دايما بتيجوا معرض الكتاب اول ما بتسمعوا ان في معرض؟ ايوه. اخر مرة قريتي امتى؟ قريت يعني كان في المدرسة لاني انا بقرا القصة بتاعت السكول بتاعتي، ويعني وبفضل اقراها عشان هي بتكون حلوه. قصه المدرسه، طب احكيها لنا كده سريعا، استفدتي منها ايه؟ هي اسمها اوليفر تويست. هي انا استفدت منها ان هو يعني ان هو ما يعني ما استسلمش بسرعه، هو فضل مكمل لحد يعني قعد مكمل، استنى عذاب كتير جدا. يعني كان في هو راح الورك هاوس والمدير بتاع الورك هاوس قعد يضربه وكده، وبعد كده راح لواحد اسمه مستر سوربي. يعني استفدتي ان اللي عنده حلم لازم ما يستسلمش ويفضل وراه لحد ما يحققه، صح كده؟ ايوه صح كده. بروح لبسنت، قولي لي يا بسنت، مبسوطه النهارده في معرض الكتاب؟ مبسوطه. اول مره تيجي ولا كل سنه بتيجي؟ لا كل سنة بيجي. طب بتقولي ايه لاصحابك اللي ما يعرفوش اصلا ان في معرض كتاب؟ في عندك اصحاب ما بيجوش خالص وما يعرفوش؟ طب انت بقى بتنصحيهم بايه بعد ما جيتي النهارده؟ ان هم ييجوا ويشتروا كتب ويقراوا لان الكتب مفيدة ويستفادوا منها. طب في كتب معينة بتحبي تشتريها من معرض الكتاب؟ مثلا مش عارفة يعني لسه بتاخدي جولة؟ يعني انت مبسوطة النهارده؟ وانت يا استاذ محمد ازيك؟ الحمد لله. منور معرض الكتاب؟ انت عارف ان انت منور معرض الكتاب؟ قول لي يا محمد، انت مبسوط النهارده؟ يعني انت كل مره هتقول لماما انا عايزه اجي كل سنه لما معرض الكتاب يفتح؟ ولا تروح ملاهي احسن؟ لا اروح معرض الكتاب احسن. متاكد؟ بتقول كده عشان الكاميرا شغاله؟ لا. يعني انت مبسوط النهارده، طب هتشتري ايه من معرض الكتاب النهارده؟ قصص وكتب وقصص الانبياء وكتب للاطفال. هتشتري قصص الانبياء؟ دي جميله قوي. طب انت في قصه لنبي قريتها؟ قريت قصه سيدنا مين؟ سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. طب قول لي، مش عارف اي حاجه تحكي لنا حاجه بسيطه عنه؟ لا. مش عايز تحكي؟ لا مش عارف حتى. يعني انت لما بتقراها بس نسيها. وبعدين امتى هتقرا ومش هتنسى؟ ممكن لو حفظتها. حفظها، انت شكلك شاطر. بس هي في البيت. طب النهارده مين معاك؟ مين جاي معاك النهارده؟ اخواتي مريم واحمد واخويا وطنط شيماء وماما. كل دول جايين معاك؟ وشيرين. طب انت جاي بقى بالباص اللي عاملينه عشان يجيبوك هنا ولا جاي بالعربيه بتاعتكم؟ بالباص. طب عجبك الباص؟ يعني الباص كان مريح ولا كنت متضايق وعايز تنزل؟ مريح. انا مبسوطه بيكم كلكم وعايزاكم النهارده تستفيدوا وتستمتعوا. طب قولي استفدت ايه من القصه؟ استفدت ان انا ما كلمتش حد غريب وانا ماشي في السير. طب
برافو عليك، حلو جدا. عايزاكم النهارده تتبسطوا وتلفوا وتعملوا جوله زي ما انتم عايزين، وان شاء الله ان شاء الله كل سنه لازم تيجوا معرض الكتاب. اتفقنا؟ في حد عايز يقول حاجه للكاميرا؟ حد عايز يقول حاجه؟ حد من اللي واقف معايا عايز؟ باي باي للكاميرا. انا عايزه اقول بحب معرض الكتاب جدا. وانت بس انت عايز تقولي حاجه؟ لازم نيجي معرض الكتاب عشان الكتب بتفيدنا وكده. هتقول حاجه؟ انا هقول لاصحابي لازم تيجوا معرض الكتاب علشان هيعجبكم. ماشي اتفقنا، يبقى كلكم لازم تسمعوا كلام محمد وتيجوا معرض الكتاب. جنب اكتر شخصيه بيحبها الاطفال معايا نور، وجايه النهارده عشان اشوف اطفالنا الحلوين لما جم معرض الكتاب اتبسطوا ازاي. اتعرف عليك. اسمي باري. اسمك ايه؟ باري. باري، قولي لي يا باري، انت مبسوطه النهارده انك جيتي معرض الكتاب؟ اول مره تيجي؟ النهارده؟ طب هتيجي تاني؟ انت عارفه لسه ان معرض الكتاب ناقص له كام يوم، هتيجي تاني ولا خلاص كفايه مره؟ مش عارفه. وانت اسمك ايه؟ محمد. ازيك يا محمد؟ الحمد لله. انت مبسوط النهارده في معرض الكتاب؟ عملت ايه بقى من ساعه ما جيت؟ احكي لي. هو انا اشتريت بازل وكان في كده بتاعه الوان قعدت اركبها، يعني اشتريت بتاعه قصص. يعني انت اشتريت قصص واشتريت بازل. طب رحت عند الانشطه شفت الفخار والمراكب، انت عارف النهارده عاملين لكم انشطه كتير قوي، اتبسطت النهارده بالانشطه دي وشفتها؟ واصحابك بقى اللي ما جوش معرض الكتاب هتقول لهم ايه؟ هو انا هعرفهم على معرض الكتاب عشان يجوا. اول مره تيجي معرض الكتاب ولا جيت قبل كده؟ لا اول مره. طب والسنه الجايه هتيجي؟ عشان عجبك؟ ان شاء الله تيجي على خير، وعايزاك تقرا لان القرايه مهمه جدا. انت وبري، انت عارفه ان القرايه مهمه قوي؟ هنقرا؟ طب انت عارفه القرايه مهمه ليه؟ عشان تبقي شاطره. شاطرة، برافو عليكي. لما تقري اكتر هتبقي شاطرة اكتر، صح؟ انت امورة ولازم تبقي شاطرة، صح؟ طب انت عايزة تتصوري مع نور؟ بس نور ودنه كبيرة، مين بيحب نور؟ ده ودنه كبيرة قوي، حد يحبه؟ لا ده ودنه كبيرة، ولا حرام نتريق على حد؟ لا حرام، صح؟ هو جميل، كلنا بنحب نور؟ تحبي نور؟ تتصوري جنبه؟ طب تعالي نتصور.